اهلا بكم في هذا الفيديو. راح نتعلم كيفية عمل اللوحات الفنية باستخدام برنامج فوتوشوب وباستخدام فلاتر واكشنات، راح يتم شرحها ان شاء الله لاحقا. نشوفكم بعد الانترو. طبعا حتى نعمل هذه اللوحات الفنية راح نستخدم اكشن مع براش مع باترين، وهذه الامور كلها راح تكون مرفقة وتقدرون تحملوها حتى تستخدمون هذه الاكشنات. في البداية راح ننزل الباترين والاكشن والبراش، نذهب الى اديت، قائمة اديت، ومن ثم بريسيت، ومن ثم بريسيت مانجر. نتأكد انه احنا محددين البراش، وطبعا نجي الى لود، طبعا نجي الى هذا الخيار اللي هو براش ار2 براش، هذا راح يتم ارفاقه ايضا نختاره. الخطوه التاليه نجي الى الباترين ونجي الى لود، وايضا نحدد هذا الخيار اللي هو الار2 باترين. جيد، الان نجي الى دون. بعد ما اضفنا البراش والباترين راح نضيف الاكشن، نجي الى قائمه ويندو ومن ثم اكشن، نجي الى هذا الخيار ومن ثم نختار لود اكشن، وطبعا نضيف الاكشن اللي هو راح يتم ارفاقه، هذا الاكشن اللي هو الار2 بي اس اكشن. طيب هذا هو الاكشن تم اضافته، نفتحه راح نشاهد هذه المجموعه. الخطوه التاليه نحاول ان الصوره تكون حجمها قريب على 3500، فنجي الى ايمج ومن ثم ايمج سايز، عندنا هنا العرض راح يكون 3500. قبل كل شيء راح نخلي الريزوليوشن 300، ريزوليوشن 300، والعرض راح يكون 3500. طبعا الارتفاع يكون هو دايركت، يعني بشكل مباشر، يعني قدر الامكان تكون الدقة بهذا الحجم. كل ما تكون الصورة دقتها كبيرة كل ما تكون تأثير الاكشن بشكل افضل. الخطوة التالية طبعا نتأكد انه هذه الصورة لابد انه تكون مقفولة، نضيف طبقة جديدة، طبقة فارغة، وضروري جدا هذه الطبقة يتم تسميتها براش، ضروري جدا. نضغط عليه دبل كليك، وطبعا نكتب براش بي ار يو اس اتش براش بهذا الشكل. الخطوة التالية نحدد طبقة البراش الجديدة ونختار اداة البراش، نتأكد كليك ايمن انه مختارين البراش التوهجي، وطبعا نختار لون احمر ونرسم العنصر اللي هو راح يكون محور الصورة، محور اللوحة. طبعا بما انه هنا عندنا محور اللوحة هو هذا القارب، الجزء اللي يريده يتم عليه التأثير. طبعا نجي نرسم رسم، يعني يفضل انه يكون دقيق، هذا الرسم مو كلش دقيق، يفضل انه بدقة قدر الامكان. طيب طبعا بعد ما ظللنا الجزء المهم باللوحة، نجي نحدد الطبقة اللي سميناها براش، نحددها ونجي الى الاكشن. طبعا هذا هو الاكشن اللي احنا يعني اضفناه، نجي نفتحه، نختار اول خيار اللي هو الميكست اي ار تي 2، نحدده ونضغط على علامة التشغيل وننتظر البرنامج يتم عملية الفلترة. طبعا ممكن العملية تطول 5 دقائق، دقيقة، حسب مواصفات الحاسوب، لأن راح يستخدم الكثير، العشرات من العمليات المؤثرات. طبعا إذا لاحظ أنه التأثير جميل جدا ورائع ولوحة فنية باعتبار أنه نضيف نص بهذه المنطقة. وانا لاحظ هكذا كانت الصورة وهكذا اصبحت بطريقة رائعة. ناخذ مثال اخر، مثلا هذه الصورة. طبعا اول خطوة نجي الى ايمج، ايمج سايز، نحاول ان تكون الدقة 3500، ومن ثم اوكي. الخطوة التالية راح نضيف طبقة، وهذه الطبقة ضروري يكون اسمها براش بي ار يو اس اتش، وطبعا نجي الى البراش، نختار اللون الأحمر، طبعا نختار البراش التوهجي بهذا
بهذا الشكل. ضروري نتأكد انه الفلو 100% والاوباسيتي 100% ضروري عندما نستخدم البراش. الخطوة التالية نحدد التلوين، طبقة التلوين، ونجي الى طبعا هذا هو الاكشن، نختار اللي هو الميكسد ART ونشغله. طبعا مثل ما نلاحظ تأثير جميل وإبداعي. ناخذ مثال أخير حتى توضح عندنا الفكرة بشكل أكثر. مثلا عندنا هذه الصورة، طبعا عمودية وليس أفقية. نجي إلى Image Size، الدقة راح تكون أولا 300، وطبعا الارتفاع هنا راح يكون الارتفاع هو 350 وليس العرض. الارتفاع راح يكون 3500، والعرض راح يكون هو Actual طبيعي. جيد، الآن راح نضيف طبقة جديدة، وهاي الطبقة ضروري جدا نسميها براش BRUSH. جيد، الآن نجي إلى أداة البراش، نختار لون أحمر، طبعا كليك أيم نختار هذه البراش اللي هي الملونة، ونجي نرسم، نحدد بهذه الطريقة. طيب الآن راح نجي نحدد البراش، ونجي نختار هذا الخيار طبعا بداخل الأكشن، نفتحه أول واحد ونجي نشغله. مثل ما لاحظ طبعا تأثير جميل جدا وإبداعي وبخطوات بسيطة. أيضا طبعا عندنا هنا تأثير رائع، وهنا أيضا تأثير احترافي. نتمنى يكون هالأكشن والتأثيرات عجبتكم، وإن شاء الله نلتقيكم مع تأثيرات جديدة في محاضرة قادمة.